طبعا اغلبيتهم ناس مرضى تعبانين، حجيات كبيرات السن، عندهم امراض مزمنه بحاجه الى مراجعه اطباء. فاليوم اجينا نوقف وياهم ونقدم لهم المساعده الماليه. والله حالتنا تعبانه كلش احنا. اي والله العظيم حتى ثلاجه ما نملك. ليش؟ ماكو. انت ليش تبكين؟ يعني انت ايتام؟ الله يسعد. ان شاء الله احنا نوقف وياك يا اختي. انت امن السلام. هاي خطيه المسكينه روى اللي بأمس الحاجه الى ازاله الهم عن ظهرها، يعني شايله حوالي بيها 15 الى 20 كيلو ورمه بالظهر. نتمنى من الناس الطيبه. هاي المراه شوفوا المسكينه، يعني ما عندها بس هذا بس هاي البنيه وليد صغيرون. ان شاء الله طيبين هوايه. رحم الله والديهم، كل من يساعد ويشارك فيها ويطيب. شلونك؟ شلوني؟ ايه؟ شلوني ابو سليم؟ ايش خيرك انت؟ اخوي مرض خبيث يمه. ايه؟ صلعه. هاي صلعه من الكيمياوي. ايه؟ هاي عيوني هم من بينه. ايه من الكيمياوي. هاي سادس جرعه. اخذ بالبصره. الله يكون بعونك يا اختي. وان شاء الله نتمنى لك الشفاء. نسوي العمليه بشهر التاسع. ان شاء الله طيبه، ان شاء الله طيبه. فاحنا امضن هاي مساعده لك اخوي. هو احنا خدام لك. تفضلي. استريح لا تبكين. الناس اللي شاهدونا امامكم هم بحاجه الى علاج، بحاجه الى مساعده، بحاجه الى التفاته من الحكومه وخاصه الجانب الصحي. امراض سرطانيه كثيره، امراض شل الدماغ كثيره، امراض الجلديه مثل ما شاهدوا كثيره. اعزائي المشاهدين، هذا الطفل محمد علي، والده شهيد والان رجله مبتوره، هذا الطفل اثر حادث سياره. الاخوه الميسورين اللي يحب يساعده باطراف صناعيه، كرسي ويلشير متحرك، احنا ممنونين من عنده ونقدمه الى ان شاء الله بحلقه اخرى. النساء اللي فقدن رجولتهن واللي فقدن ابنائهن فداء للمرجعيه وفداء للاسلام وفداء للدين. فراح ما نسالهم وراح بنقل لهم مثل ما شاهدون، هاي كلها اطفال ايتام. اليوم ايضا راح نعطيهم كسوه العيد، بعد ما راح نعطيهم لحم ونعطي عيادي لامهاتهم. هؤلاء المحسنون الذين قدموا هذا الخير لهذه العوائل الفقراء، نسأل الله أن يحفظهم إن شاء الله ويعلي شرفهم ويجيد خيرهم إن شاء الله. احنا نشكر من كل من عنده رحمة وبقلبه رحم ويحن على الفقير وعلى ما عنده.